هي لعيبه النادي الاهلي دي هتنها تحتفل كتير ولا ايه؟ عدى 24 ساعه وما حققناش دوري ابطال افريقيا، البطوله المحببه للاهلي وجماهيره. مبروك للاهلي البطوله الثانيه عشر. بحضور 90,000 مشجع داخل استاد القاهرة و60,000 مشجع كانوا خارج الاستاد لم يتمكنوا من الدخول. الثانية عشر في الجزيرة البطولة المحببة للأهلي وجماهيره. نعم أنا مشفق على كل فرق قارة أفريقيا بتواجد اسم النادي الأهلي داخل قارة أفريقيا. اللعيبة النادي الأهلي بتتقارن بأندية كبيرة جدا داخل القارة. لو هنتكلم على رامي ربيعة محقق 6 دوري أبطال أفريقيا أكتر من الزمالك، اكتر من الترجي التونسي. لو هنتكلم على محمود كهربا الراجل نام واتمطع وقال لك صحوني على ال11 وحققنا ال11، الراجل نام واتمطع وقال لك صحوني على ال12 وحققنا ال12، والنهارده بيقول لك صحوني على ال13. نعم انه النادي الاهلي ملك الارقام القياسيه، ملك الاحلام. احلم واحلامك ستتحقق داخل جدران القلعه الحمراء ب سيستم النادي الاهلي، بجماهير النادي الاهلي، ببطولات النادي الاهلي، كبير افريقيا. نعم النادي الاهلي بابا الشغلانه، النادي الاهلي بابا المجال، النادي الاهلي كبير افريقيا، النادي الاهلي دوري ابطال النادي الاهلي، دي دوري ابطال النادي الاهلي، ما بقتش دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي 5 سنين 4 القاب، انجاز محدش يحققه غير الشعار ده، شعار النادي الاهلي بمنظومته، بلعيبته، بمجلس ادارته، بجهازه الفني، بجماهيره. مبروك للاهلي وجماهيره، وفي انتظار بطولات عديده وعديده. وعدى 24 ساعه ما حققناش بطولات، يا رب يكون خير.